Hick a mia, welcome you all. Slowly. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، إن هذا الاجتماع اجتماع جامعة حكمية الإسلامية بمناسبة مرور 25 سنة عليها. إشارة خاصة من هذا الجم الغفير من العلماء والمتعلمين والزعماء والعظماء من هذه البلدة وحواليها، تنادي بعلى صوتها إن المسلمين خاصة أهل السنة والجماعة متفقون متحدون على إعلاء كلمة الله تعالى وعلى التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الجم الغفير ينادي أيضا بأعلى صوته إن التطرف والإرهاب بعيد عن الإسلام. الإسلام إسلام دين، إن الإسلام دين وسطي كما أمرنا الله تعالى في آيات عديدة وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكما نجد من أوصافه سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية وأمثالها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا غليظا ولا القلب ولا إرهابيا ولا متطرفا،
بل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله، إن هذا المجلس مجلس عاطر ميمون بحضور ضيوفنا الكرام وعلمائنا الأجلاء والزعماء والعظماء، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ جلال يوسف الشرقي من البحرين، هو إلى قبل أسبوع كان قاضيا في المحكمة الشرعية. وكذلك إخوتنا من الإمارات العربية المتحدة الذين يساهموننا في إنشاء المعاهد الدينية والأفعال الخيرية، نشكرهم شكرا جزيلا ونرحبهم ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا، ونبتهل إلى الله ونتضرع إليه بالدعوة الخالصة لنا ولهم بجميع الخيرات والحسنات وطول الحياة مع الصحة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وشكرا جزاكم الله خيرا. الإذن لكم إن شاء الله، وهم يستأذنوننا للذهاب إن شاء الله إن شاء الله. يعني عزيز ثقافي